يعطيك العافية أبو ناصر، يعطيك العافية. جميل جميل، رشيد موفق. الكلمات كلمات من؟ كلمات الأمير خالد بن سعود الكبير. ونعم نعم نعم، خالد اللي هو الأب. نعم الولد سعود. نعم الولد سعود، الأمير سعود، الأمير الشيخ الأمير سعود والأمير خالد بن سعود الكبير، صلى الله أن يحفظهم جميعا يا رب يا كريم. جميل. المهندس صوت والمخرج مبسوط من المونتاج، يقول جميل. من اللي مصممه؟ المونتاج طال عمرك صممه واحد أحب القصيدة وصممه. يا سلام. نعم. لك معجبين يا ولد؟ لا أنا ما عندي معجبين. أنا عندي خايف، واحد خايف، أنا ما عندي معجبين. الله يسعدك. على طاري الوقف حق اليتيم هذا، في قصيدة برضو على اليتيم لو بعد شوي عرضت، فيه طيبة. جميل. عن اليتيم طبعا. حلو، هذه بإذن الله نأخذها بعد شوي. اليتيم، اليتيم دائما على ما قاله مقطوع، ما حد حوله إذا ما انتبهنا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. صحيح. اللهم صلي على نبينا محمد. يحرص الواحد على اليتيم، اللي حوله يتيم، اللي له ابن عم، اللي له ابن أخو، اللي له بنت، ابن أخ، أخت، وابن أخو، يحرص عليه وينفق له ويراعي ويشوف ش... لو ما يحصل، حتى لو ما عندك فلوس، إلا أنك تجي وتمسع على رأس اليتيم. صحيح. تمسع على رأسه أقل ما فيه، امسع على رأسه. صحيح. طالع خاطرة في هذه الواحد يحرص عليها. نسأل الله أن يرحمنا وياكم برحمته. آمين يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم على قولتك تمسح على رأسه. نعم. كل شعرة، شعرات اليتيم لك بها حسنة. اللهم صل على النبي. ليش؟ لأنه اليتيم بحاجة إلى الحنية، إلى العطف، إلى، فلما تيجي تمسح راسه فتعوضه ربما عن، ما تقدر تعوضه عن ابوه، لكن تعوضه جزء من يعني اجزاء وجود ابوه في حياته. تعيش هالاجواء. صحيح. ان في ناس ما انتبهت له، لان تعرف الواحد لا يرتبط ولا يحرص الا على والده. صحيح. هم اللي يلتفتوا له، خصوصا الاب. صح الام لها قدر كبير ولها فضل كبير، لكن الاب سند وقوه بعد الله. الولد ينظر في اباه كل القوه وكل الجبروت. صحيح. فيحرص على هالأمر هذا. والأوقاف هذه، مثل الأوقاف هذه والله نعمة. يعني واحد يقول كان وين أجيب لي يتيم؟ الوقف الآن وفر لك الآن. سهل لك كل شيء. وقف الآن وأيتام هو بيتيم. نعم. صحيح. يعني لما تساهم أنت الآن، يعني حنا في بلد والله العظيم وفر كل شيء وكل شيء نظامي. هذا الوقف الآن أيتام موفر لك، ساهم باللي تقدر عليه، ما هو بشرط مبلغ معين، بشيء باللي تقدر عليه. وبعدين وقف يعني مو بيوم واحد. يدوم. خلاص يدوم حتى وانت ميت. يكتب لك أجره وانت ميت، يكتب لك. هذه من الأعمال تبقى إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، من صدقة أو عمل ينتفع به، أو علم، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له. صحيح. وعلى طاري الولد الصالح اللي يدعو له، يحرص الواحد على الدعاء، يحرص الواحد على الدعاء لوالديه والنفسه والعيالة والأهلة وللأمة ولهالدولة المباركة، يحرص بالدعاء. نسأل الله أن يحفظنا وياكم بحفظه وزوال هالوباء، نسأل الله أن يحمانا وياكم يا رب يا كريم. بعض الناس على طاري الدعاء يستهين في الدعاء، وما علم بأن الدعاء هو العبادة. نعم. يعني الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد للأمد انقضاء. فالدعاء هو كل شيء. يعني بعض الناس يستهين فيه، ما علم بأن الدعاء هو توفيق من الله. لما الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى ما تدعو راح يستجيب لك، لكن لا تستعجل. لذلك فالناس ما يعرفون الموضوع هذا. الدعاء في ثلاث حالات: إيه؟ إما أن يستجيب الله على طول مباشرة. صحيح. أو يدفع الله عنك شر كان مقدر لك، يدفع الله عنك. صحيح. هالشر، أو أن الله يدخله لك يوم القيامة. يا الله. يقول لك: فيأتي الناس يوم القيامة فيدون أعمال كالجبال، فيقول: يا ربي هذه ليست أعمالي، وين جتني منه؟ قال: هذه دعواتكم في الدنيا، الله ادخرها الله لنا في الآخرة. الله أكبر. فيتمنون أن دعواتهم لم تستجاب في الدنيا وادخرت في الآخرة. يا الله. كيف الفضل، كيف رحمة من الله سبحانه وتعالى. والله ما يعطيك إلا خير. أي نعم. الله ما يعطيك إلا خير. الله كريم. ومن عظيم الدعاء، والله عظيم سبحانه، من عظيم الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول: فلما ركبوا الفلك الكافرين دعوا الله مخلصين. اللهم الكفار دعوا الله مخلصين، استجاب الله لهم، فلما نجاهم إلى البر، نجاهم الآن. فكيف ما يستجيب المؤمن الموحد ليشهد أن الله وأن محمد رسول الله؟ لكن عندنا نستعجل، كما أخبرنا مثلا نستعجل إجابة، دعوته لم يجب لي. ولكنكم قوم تستعجلون. الله. فين عجلة؟ فين عجلة؟ أين واحد يرك يرك يدعي والله ويصبر ويصبر ويتحرى مواطن الإجابة. صحيح. هالليالي هذه المباركة هي مواطن إجابة. نعم. في السجود موطن إجابة، عند الصدقة موطن إجابة، في السفر موطن إجابة،
المريض له موطن إجابة، فيحرص الواحد ويتحرى مواطن الإجابة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته ويستجيب الدعاء للأمة أجمعين يا ربي يا كريم. آمين رب العالمين. فيها قصة من القصص، يقول في رجلين، واحد حريص على أبنائه، يدرسهم أفضل المدارس الخاصة ويدفع فيهم ويتابعهم ويكون وراهم في كل صغيرة وكبيرة ويشرف عليهم، وسبحان الله الله ما أصلح عياله. بينما رجل آخر حريص على عياله ولكن مو زي حرص الأول، تارك أمرهم لله، يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نوح عليه السلام ولده ما أصلحه الله، ما تكافر وهو نبي، فهذا الرجل آخر بس إنه رجل صالح، فأصلح الله له عياله وشال أبوهم وشال أمهم وموفقين في الحياة. جاء واحد وسأل هذا، فقال الأول له أني والله تعبت على عيالي وبذلت الغالي والنفيس حتى أنهم بس يصلحون يكون ناجحين في حياتهم، لكن ما الله أراد لي خير في صلاحهم. وراح للرجل الصالح ذا وقال له وش سبب صلاح عيالك وأنت ما من زوج؟ قال والله ما أملك شيء إلا إذا سجدت أقول يا رب صلاح النية والذرية، يا رب أصلح عيالي، يا رب أصلح عيالي، يا رب أصلح ذريتي. يقول هالدعاء إن قمت الليل دعيت لهم وأنا في طريقي دعيت لهم، يقول الحمد الله ما ردني خايب، وهذا عيالي تشوفهم ما من زود تعب، لكن الدعاء الله سخرهم جعلهم صالحين. فالدعاء هو الدعاء، يعني أنت تدعو لعيالك بالصلاح، والله لو تبذل قصارى جهدك في الليل والنهار بأنك تبغى تصلحهم ممكن ما يصلحون، لكن ادعو لهم الدعوة الطيبة، ربهم وفعل السبب، ما بتهملهم في الشوارع وتقول لا، اعمل السبب، رب وتابع وشوف يخون من، يروح مع من، يجون مع من، شوفوا شو يتابعون، شوفوا يروح، خليك ابذل السبب لكن ولا تهمل، لكن الدعاء الدعاء الدعاء، هذا الشيء اللي لازم نحطه كل واحد عنده. يعني انا اذكر من الاشياء ان الله سبحانه وتعالى حتى استجاب الدعاء لابليس الشيطان، تذكر الآية يا شيخ؟ قال فانظرني الى يوم قال ربي ربي انظرني الى يوم يبعثون، نعم. قال رب انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، فاستجاب الله دعوه الشيطان. نعم هو شيطان، نعم اللهم صل ما بالك يعني الحمد لله مسلمين مؤمنين وان شاء الله انه قريب من الله. في الواحد يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، حتى العاصي اذا مسه شيء يدعو الله، يا رب اغفر لي وارحمني، يا رب ارزقني، يا رب يا رب. انا اعرف واحد سولف انا وياه يدعو دائما ربي بالرزق وما رزقه الله، جلست انا وياه سولف انا وياه، قال لي والله يا ابن الحلال تاجرت وخسرت في التجاره، تبهذلت وادعو الله ليل ونهار ان الله يرزقني، والله ما رزقني، والله اني تعبت. قلت له يا اخوك لا لا لا، يعني الحياه ما هي فلوس وبس، الحياه من الله اعطاك الرزق، ترى في صحتك اعطاك الرزق ان شاء الله بصلاح عيالك، اما زي ما قال ابو ناصر اما لقيتها في الدنيا ممكن رد الله عنك شر، والله ممكن خزنها لك في الاخره، نعم. تنبسط تقول الحمد لله ما استجاب لي هنا الحمد لله. هذه نقطه مهمه، ايه؟ ان بعض الناس يتوقع ان الرزق في الفلوس زي ما قلت، ايه؟ ترى مو في الفلوس، الرزق في الصحه، في صلاح الابناء، في العيال، في التوفيق، في التيسير، هذا رزق، هذا رزق، نعم. هذا رزق، نعم. من الله، صحيح. فذكرت كلمه قال الاخ يحيى ان الشيطان يدعو الله، مساله في مساله هنا طعمك، كثير من الناس الايام هذه الشياطين مصفده مربطه، نعم. وتقول له طال عمرك مثلا وراك تاخرت عن الصلاه، ايه؟ وراك ما سويت كذا، قال الشيطان، طيب الشيطان مربوط الحين وانت الى الان على وضعك. فلذلك ينتبه الواحد لهالنقطه، مساله ان طال عمرك الان الشياطين مصفده ومربطه وكل شيء، لا تقول الشيطان، هذا عملك، عملك فاحسن عملك، وقد يكون الاعمال بالخواتيم، ودائما الجياد لا تشد الا في نهايه السباق، صحيح. فالان ما عاد عندنا الا كم يوم، يمكن قد تكون ليلتين، ليلتين فقط، فيحرص الواحد قد تكون استجابته ورحمته وفضله وتوفيقه في هالليلتين المتبقيه من رمضان. نسأل الله أن يرحمنا برحمته يا ربي يا كريم يا رب. طيب الآن في فاصل، ودنا نتابع الفاصل لأن معنا الضيف اللي قدمت له في البداية راح يكون معنا، وأيضا بعد الفاصل نأخذ النشيد عن اليتيم بحكم أن جمعية البر بالمويه تعنى بكفالة الأيتام بإذن الله. طيب فاصل المشاهدين، وبعد الفاصل نعود لكم من جديد.